السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من محاضرة الأورثومايكدوفريديا. ننتقل الآن إلى موضوع Structure and Function of Heme Agglutinin، اللي هو عبارة عن جلايكوبروتين موجود بالفيرال أوتر سيرفيس. بالنسبة للهيم أجلوتينين راح نتناول الوظيفة والتركيب. كوظيفة لهذا الهيم أجلوتينين هو عبارة مثل ما ذكرنا عن بروتين يساعد في الاتاتشمنت بين فيروس بارتيكل اند سسبتبل سيل تايب، يساعد على الارتباط بين يعني الفيروسات والخلية المضيف. هاي نقطة. النقطة الثانية، يعتبروا ميجر انتيجين كمستضد خارجي. هذا الميجر انتيجين يحتاج نيوتراليزينج وذ بروتكتيف انتيبودي اللي هو المضيف يفرزها حتى يحمي نفسه من الإصابة بهذا الفيروس. ايضا الفاريابيلتي ان هيم اجلوتينين نتيجة الاختلاف بالسب تايبس او السيرو تايبس اللي موجودة به راح تؤدي الى ظهور نيو سترينز اند انفلونزا ابيديميك انفكشن، سلالات جديدة مع الإصابات الوبائية. هيم أجلوتينين أيضا التسمية له اشتقت من قدرته على الأجلوتينيشن أو الأريثروسايت أندر سيرتين كونديشن. فإذا هذه الأربع نقاط هي عبارة عن وظائف الهيم أجلوتينين. نرجع إلى الستركتشر اللي يتكون من الهيم أجلوتينين. مثل ما ذكرنا أنه هو عبارة عن بروتين، إذا يتكون من أمينو أسيد موجودة بداخله. راح يظهر لي بشكل 3 dimensional structure لما نفحصه تحت الاكس راي كريستالوجرافي. يتكون من 566 امينو اسيد من 2 سب يونتس، هيم اجلوتينين 1 اند هيم اجلوتينين 2. هذه التو سب يونتس تربط عاده بالدايسلفايد بريدج، يحتوي لي على نهايتين الهيدروفوبيك والهيدروفيليك. الهيدروفوبيك اند اللي هي راح تكون قريبه من الكاربوكسيل تيرمينال، زين، اند الهيدروفيليك اللي هي راح تكون وين موجوده بالسيتوبلازم، بالاضافه الى وجود الاوليغوسكرايد اللي موجوده في السيفرال سايز لهذا التركيب. Structure and function of neuraminidase اللي هو another glycoprotein present on the surface of influenza virus particles. كfunction لهذا الجلايكوبروتين، أول نقطة هو الانتيجينيسيتي، يعتبر ك good antigen or better antigen اللي يحفز الجسم المضيف لإفراز neutralizing antibody حتى يسوي حماية نفسه من الإصابة بالفيروسات. هاي نقطة. النقطة الثانية إنه هذا النيوراميدياز مهم in determining subtype or serotype of influenza virus، يلعب دور في تحديد السيروتايب التابع لهذا الفيروس. ايضا الوظيفة المهمة الى انه هي راح تكون بالend of viral replication cycle، في نهاية الreplication cycle وليس في بدايتها. عن طريق شنو؟ انه هذا النيوراميدياز يحتوي لي على انزيم اللي هو الساليديز انزيم، ريموف الساليك اسيد فروم جلايكو كونجكيتيز. هذه ايش راح تسهل العملية؟ ريليز اوف فايرال بارتيكل فروم انفكتد سيل سيرفيس ديورينج بوتينج اند بريفنت السيل اجريجيشن اوف فيريون باي ريموفينج الساليك اسيد فروم فايرال جلايكوبروتين. ايضا انه هذا النيورا امينيديز يلعب دور بالنيجوتيت ثرو ذا ميوسين لاير ان ريسبيراتوري تراكت تو ريتش ذا تارجت ابيثيليال سيل. فاذا هذه الثلاث وظائف او الاربع وظائف الخاصه بالنيورا امينيديز كستراكشر. بالنسبه لهذا الجلايكوبروتين اور البروتين هو عباره عن تترامير. تلاحظون اكو مصطلح انه هو سبايس، اذا تذكرون بالجزء الاول من المحاضره ذكرنا انه هذه البروزات الممتده من الغلاف الخارجي للفيروس واللي كان بالرسم لونها لونين، كانت الاحمر والازرق، ذكرنا انه هذه تو ديفرنت سبايكس موجوده بالنسبه للانفلونزا فيروس التابعه لعائله الاورثومايكزوفريديا. فهذه السبايكس بالنسبه لنيورا امينيدياز هي عباره عن تترامير، بينما قبل شويه ذكرنا انه الهيم اجلوتيني لا، هو عباره عن دايمير تو سب يونت تتكون من عندها. فاذا هذه التترامير تتكون من فور ايدنتيكال مونومير، من اربع وحدات متماثله. الشكل مالتها راح يكون بشكل السلندر الاسطوانة بوجود الرأس اللي موجود بها كرأس الصندوق او رأس الاسطوانة اللي يحتوي لي اليمن على الكاتالايتك سايد. زين، فاذا كل النيورا امينيدياز سبايكس كونتين فور اكتيف سايد، لان هي متكونة من تترامير اربع وحدات متشابهة.
لايف سايكل اوف انفلونزا فيروس. الخطوات الرئيسية في عملية الريبليكيشن سايكل لجميع الفيروسات هي تبدي بالخطوة الأولى اللي هي الاتاتشمنت اللي تحدث بين الفيروس بارتيكلز اند سسبتبل سيل تايب عن طريق سبيسيفيك ريسبتور، ومن ثم بنتريشن راح يدخل الفيروس إلى داخل خلية المضيف، بعدها عملية الانكوتنج اللي هي ريليز اور ريموفينج اوف الفيرال كوت اور فيرال كابسيد لتحرير النيوكليك اسيد. سايت اوف ريبليكيشن اوف انفلونزا فيروس راح تحدث داخل النيوكليوس اوف ذا هوست سيل داخل النواة. تبدي عملية الريبليكيشن ترانسكريبشن وترانسليشن لتخليق البروتينات اللي هي قد تكون ستراكشرال نون ستراكشرال بروتين، ثم تبدي عملية التجميع الاسمبل اند ريليزينج فروم بلازما ممبرين اوف ذا هوست سيل. طلاب انتبهوا، الشرح اللي امامكم يوضح عملية الريبليكيشن سايكلز اللي ذكرناها قبل شوية على الشكل اللي كان بالسلايد القبلة. تبدي هذه العملية انه كيف ينتقل هذا الفيروس، ومن ثم كيف تحدث عملية الريبليكيشن داخل النواة الخاصة بخلية المضيف. فإذا الخطوات اللي ذكرتها قبل شوية هي تقريبا مشروحة امامكم الان في هذا السلايد. بالنسبة للفقرة الأولى في هذا السلايد تابعة لعملية الريبليكيشن سايكل اللي يهمني الفقرة الثانية، أرجو الانتباه والتركيز. بالنسبة للسيبريشن اوف جينوم انتو 8 سيبريتد سيجمنت، قبل يعني بالمحاضرة او بالجزء الأول من المحاضرة ذكرنا انه الجينوم الخاص بهذا الفيروس هو عبارة عن سيجمنتد جينوم مقسم إلى 8 سيجمنت الى 8 قطع. هذه ال8 قطع راح تسهل لي عملية الميكسينج او الري اسورتمنت، اعادة الارتباط الجيني بتوين القطع الجينية. هذا ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي الى الـ يعني تغاير بالانفلونزا فيروس اللي يصيب ذا سيم سيل. ممكن انواع متعددة من هذا الفيروس تصيب ذا سيم سيل، فراح ينطيني سوبر انفكشن، يعني فد اصابة خارقة او اصابة كبيرة. ريزلتنج ايش راح يظهر لي؟ نيو جينوم، new strain, new behavior, sometimes the ability to infect new host species مو السبيشيز الاساسي المتعودين ان تصيبه هذا الفيروس، وبالتالي راح يكون خارج البروتكتيف اميونيتي اوف host population اللي متعودين عليه من الاولد جينوم. فهذا ما يسمى بالانتيجينيك شيفت، واللي هو result from sudden appearance of a new serotype. زين راح يسبب لي pandemic infection، او ممكن بمصطلح او بتعبير اخر انه نقول ان major antigenic change in heme agglutinin or neuraminidase. هذا التغير اللي راح يصير بإعادة الارتباط بين القطع الجينية لاكثر من فيروس راح يصيب لنفس الخلية، راح تحدث لي السوبر انفكشن. هذا يسمى بالانتيجينيك شيفت على عكس الانتيجينيك دريفت. انتيجينيك دريفت لا، راح يحدث within the same serotype بداخل نفس السيروتايب. مثل عندي سيروتايب H1N1، زين هذا مينيرو تشينج راح يصير عندي بالسلالة الرئيسية due to the accumulation of point mutation. هذه الطفرات النقطية راح تتجمع مع بعضها نتيجة شنو؟ نتيجة اللي تشينج بالأمينو أسيد إن بروتين، راح تسبب تغيرات في الأمينو أسيد بالبروتين. بالنسبة للكلينيكال فايندينجز الخاصة بهذا الفيروس راح تكون uncomplicated influenza pneumonia RI syndrome. سيرولوجي راح ممكن انا اشخصه سيرولوجيا من خلال الانتيبادي، الانتيبادي اللي راح تتكون ضد الهيم اجلوتينين والنيورا امينيديز والنيوكليوبروتين اند ماتريك. ايضا ممكن انه هذا الاميون ريسبونس اجينست الهيم اجلوتينين جلايكوبروتين اسوسييتد وذ ريزيستنس تو انفكشن ممكن ان تلعب دور في المقاومه او الحمايه من الاصابه بهذا الفيروس. كتريتمنت تستخدم لعلاج هذا الفيروس الامانتيدين والريمانتيدين اللي هي من جماعة الM2 ion channel inhibitor، زين بالإضافة إلى النيورا أمينيديز inhibitor اللي هي ممكن أن تستخدم في علاج الإنفلونزا A and B. طلابنا لهنا نكون أكملنا الجزء الثاني من محاضرة الأورثوميكزوفريديا. Thank you for your listening.